والقضاء عندنا احيانا رغم احترامه وتقديره وطنيته وقوميته الا انه ياخذ فترات طويله. ورجل الاعمال وخصوصا الاجنبي الوقت عنده مهم، هو عاوز يخلص من المشكله في اقرب وقت او لا. فحقيقه لا يوجد في دولنا العربيه مؤسسات تتعامل مع التحكيم. فلجأ الى التحكيم في فرنسا، مركز التحكيم في بريطانيا في دبي، وهذا اخذ مليارات من الدول العربيه، وتكشف اسرارنا وتكشف واقعنا الاقتصادي وواقعنا الاستراتيجي. كم لدينا زمن لانه يخلص القمح، كم لدينا زمن لان تخلص الالبان، الزيوت، السكر، وهذا سلاح اخطر من الصاروخ. انا لما اوقف عليك وانت مستعتمد اعتماد كلي على غذائك من خارج الوطن العربي، انا ممكن اوقف لك بكره المنتج القمح، اخلي شعبك هذا كله يقوم بثوره يقضي على الاخضر واليابس لثوره ياع. فهذا امر من بيكشفه؟ المحاكم هذه عندما انا اروح يعرفوا انا كم بستورد، كم بستهلك، ما هي نقاط الضعف، ما هي نقاط الخلل. احنا الان فكرنا هذا المطلق، اولا كيف نحمي اسرار الوطن العربي؟ لابد ننشئ محكمه عربيه تتعامل مع خصوصيه الوطن العربي، مع الشركات الاجنبيه الذي دائما تنتصر على القضايا العربيه بفعل سياساتها وقوتها وتاثيرها. الان عندنا المحكمه العربيه هذه، عندنا قضاه علماء خبرات طويله، هؤلاء الناس لابد ان نستفيد منهم.